واخيرا هنروح لخبر اخر لطيف، ويمكن امبارح كمان كان معانا خبر متعلق الحقيقه بكفاءه ومهاره الكادر الطبي المصري. النهارده بنضيف قصه جديده، والقصه المره دي للدكتور عبد الحكيم عزت منتصر، وهو مدرس جراحه العظام والجلد والجراحات الميكروسكوبيه بطب طنطا، اللي كان في عمليه صعبه للغايه يا هبه، استغرقت 14 ساعه من العمل المتواصل وبلا توقف للمريض. كان بيعاني من كسر مفتوح بالعضل مع فقدان لأجزاء كبيرة من الجلد اللي بيغطي العظم، وطبعا استعادة يعني الصورة طبعا صعبة شوية جدا. يعني طبعا العمليات دي بتبقى عمليات دقيقة وصعبة، وفيها ولازم يحصل ترقيع للجلد وبناء للعظام، يعني نتمنى طبعا للمريض الشفاء العاجل، وان شاء الله يكون الدراع اليمين طبعا يعني طبعا انقذ الموقف، ان شاء الله يعود. الدكتور اصلا معانا على التليفون، دكتور عبد الحكيم عزت منتظر، اهلا بيك يا دكتور منورنا. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. قد ايه احنا بنتكلم النهارده عن جراحه دقيقه او عمليه دقيقه؟ معلش صوت مش واضح، صوت عالي مش واضح. بقول لحضرتك اهلا وسهلا طبعا بيك في البدايه. اهلا وسهلا بحضرتك. وعلى ما يبدو عمليه دقيقه وصعبه، 14 ساعه، نعرف منك سير العمليه ونطمن على حالة المريض. والله هو المريض كان شاب على سن حوالي يعني أكتر من 20 سنة، كان عنده إصابة كده جرح هرسي تسبب إنه يحصل له كسر مضاعف بالعضد، والكسر ده كان بقاله حوالي سنتين، وكان فيه فقدان لجزء كبير جدا من العظم حوالي 22 سنتي تقريبا، إصابة بالأعصاب برضو، الأعصاب المحركة الإيد فيها مشاكل. دراعه اليمين مش كده؟ دراعه اليمين في اصابه في فقدان الجزء من العضل اللي بيحرك الكوع، في تيبس كامل بالكوع، في كذا مشكله. فاحنا في لما بتبقى مشاكل كتيره كده احنا بنحب نحل المشاكل ستيجد يعني على مراحل، بشكل تدريجي. اللي هو كان عامل قبل كده حاجه اسمها اسمنت طبي كده مكان العظمه، وكان مثبته بسلوك، وكان في التهاب صديدي عنده شديد جدا يعني. العمليات دي عمليات بنسميها جراحات الميكروسكوبيه، هي من اسمها كده، هي الجراحات اللي بتتعمل تحت استخدام الميكروسكوب باستخدام درجه تكبير اكبر من المعتاد، يعني بنوصل احيانا في التكبير من 12 لغايه 30 مره الحجم الطبيعي، عشان نقدر نوصل الاوعيه الدمويه الدقيقه والاعصاب الدقيقه والانسجه الدقيقه. تمام. العمليه دي طبعا هي عمليات طويله، لان احنا زي عمليات مشابهه شويه كده بعمليات زرع الكليه، زرع الكبد والحاجات دي، بس دي في الاطراف. وهي مش تيم، مش وان مان شو، مش واحد بس اللي بيشتغل. طبعا بيشتغل. لا ده هو فريق عمل اكيد. يعني احنا كنا ثلاث دكاتره كلنا متخصصين في جراحات الميكروسكوبيه، دكتور محمد رميح ودكتور احمد اشرف. انا بنوجه لهم التحيه كلهم. الله يخليك، الله يخليك. فهي مش وان طبعا. طب فكره الجلد كمان، كان في اجزاء كتيره من الجلد مش موجود، لازم يعمل عمليات ترقيع بقى، الجلد دي صعبه. لا احنا خدنا، احنا بناخد العظمه، يعني في عندنا في الساق عظمتين، عظمه اسمها الشظيه وعظمه اسمها القصبه. العظمه الشظيه دي عظمه رفيعه ممكن ننقلها بالوعي الدموي بتاعها بالشرايين والاورده مع جزء كبير جدا من الجلد بتاع الساق، بحيث نعوض النقص الموجود عنده في الجلد والنقص الموجود عنده في العظم في نفس الوقت. لكن هو طبعا عنده مشاكل ثانيه، طبعا عنده مشكله ان في العضله اللي هي الترايسبس الموجوده الخلفيه بتاعت الارض بتاعت الذراع متهتكه تماما مع العصب اللي هو العصب الكوعي. سمعت ان هم بيزرعوها برضو دلوقتي يعني. احنا ممكن احنا زي ما بقول لحضرتك، هو الموضوع ما بينفعش ان احنا نعمل كل المشاكل مره واحده. ده شديد جدا على المريض. لكن دلوقتي في امكانيه زرع البايسبس والترايسبس. في ممكن ننقله عضله للترايسبس، وممكن كمان نعمل له نقل اوتار بالنسبه للعصب المشلول ده عنده، عصب الكوعبار اللي بيرفع ايد، بنعمل له عمليه نقل اوتار. بالنسبه للكوع المتيبس ده ممكن يحتاج مننا حاجه اسمها تسليك للكوع، عمليه ثانيه يعني، بس دي عمليه العمليات اللي بعد كده هتبقى ابسط شويه من العمليات الكبيره اللي يعني ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله مع اكتمال العمليات هيقدر يحرك دراعه والله المستعان. ربنا يسهل. ان شاء الله كلنا امل في الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الشافي طبعا اول واخير. يا رب طبعا. احمسكم حضراتكم يعني، بندعي لكم طبعا على المجهود الكبير، وان شاء الله ربنا يتمم شفاء هذا المريض على الف خير وصحه وسلامه. وشكرا لحضرتك طبعا وكل اعضاء الفريق، اطباء وممرضين وكل العاملين برضو يعني 14 ساعه من التركيز يعني. لا وبتخيل دايما المريض اللي عنده يعني وضع صحي او ظروف صحيه صعبه بالشكل ده، قد ايه حياته ممكن تبقى صعبه جدا. تتكلم على دراع يمين مش قادر يشتغل، مش قادر، ده شاب لسه في مقتبل العمر، يكتب ازاي، يدرس ازاي، ف
فانه تقدر يعني تعمل له جراحه تنقذ الوضع، وزي ما كان الدكتور بيقول عنده اكتر من مشكله في دراعه، فانه يعني تسهل من حياته، دي حاجه كبيره قوي الصراحه. طبقنا مهره وعلى اعلى مستوى، وان شاء الله هيستطيع الخروج من المشكله دي على الف خير والصحه والسلامه، بندعي له ان شاء الله يا رب.